مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. أنا وآدم اليوم بدنا نجرب، طبعا تعرف الكورونا، ما الكورونا ما في حدا بيقدر يطلع هلا يحلق. احنا كنا عندنا ماكينة حلاقة قديمة، بس قلنا خلينا نجدد ماكينة حلاقة جديدة. هاي اسمها ليمورال هير كليبر. خلينا نجربها نشوف شو فيها. شريناها جديد من امازون. واو كيت يعني حلو، بس ورا طبعا بقول لك 1 year guarantee warranty. حاطين لك هذا المشكي تحلق. هذا الماكينه نفسها زي ما شايفينها شكلها صراحه ثقيله، وهذا الشاحن تبعها شاحن يو اس بي غريبه. يو اس بي من هون، بس من ورا هون يو اس بي تشحن على الكمبيوتر يعني. المهم في هون 1 2 3 4 5 6، يعني 5 كليبات هاي، وهاي اللي بتمسح. خلينا نشوف تحت ايش هو. حاطين لك مشط، حاطين لك تبعت لا كمان حلو. طيب خلينا نجرب. فيها بطاريه، نجرب على اوه سوري، فيها 6، فيها 1 2 3 4 5 6. خلينا نبدا بواحد. هذا عشان هذا عشان هاي. خلينا نشوف هاي ليش معلم؟ بدك لحيه ولا مناخير؟ قصدي شوارب. طيب طبعا خلينا نجرب هذا واحد. اتس اوكي يا حلو، واحد كويس. هلا حجرب انا صفر في الحوالين. ها والله قويه صراحه، زي شلون عند الحلاق. انا مش حلاق، بس خليني اعمل صفر بجرب. صفر؟ لا حوالين هاي. اوه لا صفر يعني مش كثير، بتنظف بس لا بدها مشرط او شيء. بس صراحة يعني احسن من اللي كانت عندي هاي. هذه شريناها فيليبس وغطوا غطوا. طيب خلينا نجرب هون. اللي هو هذه نحط حلقة مع تبع حلاقة. هلا سبعة. حلو، هلا صار في تدريجي بوقتها. ولا اكيد مبين انك حالك اخبارك. طيب هلا شو رايكم بالحلاقه؟ طلعوا من ورا، هنا اوديكم من ورا. طبعا هذا على الموضوع الحين، والله هنا كويس يا عم، والله انه معلم هون شوي لظبطها وبطلع الموضوع تمام. لا احنا صراحه هذه لا صراحه اقعد بس اظبط لك ثم بعض يعني عن جد هاي كويس. هاي شيء وجهي